طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية ومتابعي برنامج ترين درين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. نحاول في كل أسبوع أن نجول معكم في مختلف المنصات الوطنية لنأتيكم بالجديد والطريف من المواضيع ذات الصلة بالشأن العام. قبل العناوين، راسلنا على رقم الواتساب التالي. في هذه الحلقة من ترين دريم تتابعون النفايات بين تشويه المنظر الحضري والضرر بالصحة. المواطن بين مطرقة حظر التجوال وسندان قلاء الأسعار. ريبورتري الشيخ الضياء وحديث المختصر المفيد. باش برك بريعة حامل من المعنى اللي ما حاملته ولا عام. والغربة المسكنة بحب الوطن في فقرة مدونكم تتجسد في ضيف الفقرة الصحفي والمدون الداه يعقوب. هذه الوسائط جعلتنا قرية واحدة وجعلت صفحات المغتربين على تماس بما يحدث في الوطن من أحداث يومية بتدوين وبمتابعة للخبر وبنشر لكل المشاكل. التبرع بالدم دعم لصحة الذات وإنقاذا للحياة. التبرع بالدم يدخل في دائرة التصدق وفعل المعروف الذي أمر الشرع به ورغب فيه. أنا أعتقد أن التبرع بالدم ما عنده داعي يكون هوايه. كل ذلك وأكثر في هذه الحلقة، تابعونا. نبدأ معكم هذه الحلقة بقضية طالما شغلت الرأي العام وامتلأت بها صفحات مختلف المنصات، وهي قضية النفايات المنتشرة في العاصمة وأماكن كثيرة في المدن الداخلية وما قصة تيفيريت عن ببعيد. للنقاش طرحنا قضية النفايات وآثارها السلبية على وجه الحضارة، فكانت التعليق كالتالي. متابع أحمد سيدي: يجب على الدولة وضع الحاويات في كل مكان عام، كما يجب على المواطنين جمع الأوساخ ووضعها في أقرب حاوية، بعدها تأتي المجموعة المسؤولة عن النظافة وتقوم بنقلها في مكان بعيد عن أذى المواطنين. ويجب على الدولة مراقبة أي مواطن قام برمي الأوساخ خارج الحاوية. زايد محمد علق قائلا: النظافة من الإيمان كما يقال، لكن للأسف الشديد دعنا نتفق على أننا شعب غير نظيف، سواء كانت النظافة الذاتية أو النظافة الخارجية كنظافة المنزل أو الشارع. طبعا طبيعتنا البدوية أثرت على طريقتنا التحضرية، فنتج التفاعل من البداوة واللامبالاة أنتج ذروة وسقية حادة في البادية، ونظرا لقلة الماء فإننا تربينا على أن النظافة الذاتية مستحيلة. عبد الله ديشلاوي: النظافة مظهر حضري للبيئة التي يعيش فيها الإنسان من أجل صحته، ومن أجل كذلك مظهر لائق بمكان عيشه، يعكس صورة راقية عن البيئة التي يعيش فيها. وبعث لنا بهذا الفيديو حول الموضوع. أنا اسم عبد الله محمد، المدينة الصومالية، بالبرنامج ترندرنيم. النظافة الموضوع عنها أنها نظافة واجهة للمجتمع البشري والمظهر العصري لا بد منه، وهي أيضا مثال إيمان. النظافة لا بد لها تتجدد خصوصا في المناطق الحضرية والمدن من أجل إعطاء المظهر لائق. فصل قصير ونواصل مشاهدينا الكرام، لا تنسوا تراسلونا على رقم الواتساب الظاهر خلف الشاشة، الظاهر أسفل الشاشة. أهلا وسهلا بكم من جديد. يعيش المواطنون تحت وطأة جائحة كورونا ظروفا اقتصادية مثقلة بإكراهات الإجراءات الاحترازية المفروضة عليهم، خاصة قضية الحظر التي شكلت هي وارتفاع الأسعار الناتجة عنها ترند هذا الأسبوع. عن الحظر انتشر الفيديو لظاهرة الفكاك لا يخلو من الطرافة. نتابع. السلام عليكم يا الدولة، هذا الكوفة لا تقلقوا قارضون الوقت يا من ملاك تقلقوا مدى الحياة والسنة وفوز بيدي حد برا من وين كله ما وعد لا يدورش بلا فري يا أخوتي، وانتوا تأخروا أشياتكم وتعشوا وترقبوا فأقولوا أمري مواطنيكم إلى نهاركم شو تستراح وفوز. شكرا للجميع.
بنبا عبد القادر كتب مقترحا في قضية الحظر، لماذا لا تقوم البلديات باستغلال الحظر وقلة الحركة بتنظيف الشوارع والأسواق، وما شنو دورهم؟ وعن الترند الخاص بالحظر كتب الشيخ الدية القافة التالي، هذه الناس تبان قالت عن ذا الحظر طوال مثل قاعلة طوالت امساخ وتقسال. كما كتبت فاطمة منسلم عيبس متندرة على الحظر، ما عرفت كان ذا اللقاح ينفع في رفع الحظر إلى أن عاد اللقاح، حسب مدير الصحة ما ينفع في الوقاية من الفيروس. إذن فاصل قصير ونواصل. أهلا وسهلا بكم من جديد، ننتقل الآن إلى فقرة بورتريه. في فقرة بورتريه معنا هذا الأسبوع المدون والأديب الشيخ دياء. الشيخ دياء مرحبا بك الشيخ في ترند ريم. مساء النور، شكرا لأخت زينبو، من خلالك نشكر قناة الوطنية وبرنامج ترند ريم. يقول متابعوك أنك تعتمد التقليل والاختصار في النشر، فهل هو من باب ما قل ودل؟ نعم، هو من باب ما قل ودل، لذلك تجبر درك بريعة حاملة من المعنى اللي ما حاملته طلعة به اللي العبرة، الناس تمل الطويل دائما. يقدم اللي يعود عن الناس ما لا تبقي تقرأ ياسر، الناس ما رواية كاملة خارجة لي، أنا رواية كاملة طويلة دائما نشتازها والناس تمل طويلته. من دراي كانك متفقد أول قاف قلته؟ من الأوائل القيفان، معي متذكر الأول قلت من الأوائل قايلوا الراسي وقايلوا المشاهدين، يانا بعد جماعة المسيد لاتات تفوتك كل نهار، وترك عنك قيسان الغيد والغيبة وخسارة الأخبار. بما أنك ناشط في مجال التدوين، هل ترى أن له تأثير؟ صحيح، من المعروف على أن التدوين عنده يؤثر على الرأي العام، وخاصة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتجمهر، وهو في الحقيقة سلاح ذا حدين يمكن أقل ما يقال عنه. باش تنصح المدونين خاصة محترفي الأدب؟ ننصح المدونين وكذلك الأدباء، هذا اللي قال قاف الله اثنين ينطلق عليه اسم أديب، وبالتالي يا الله لا الناس تعرف فاصل بعض بين الأديب وذاك اللي منتحل شخصية الأديب. باش تنصحهم؟ ننصحهم أولا لأنه حد ما هو أديب يقدر لا يعود أديب في ظرف إذا تعلم حانين يتعلم أولا، ويعود من الرسالة حامل رسالة ما يعود لا يقول بيطيح. من رأيك كان الأدب موهبة والله مكتسب؟ أنا هو يكتسب ويشبه وخير ويشبه الإنسان اللي قابله عن موهبة وحد قراه وتعلمه يتعلمه، لكن اللي قابله عن 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 موهبة يعود أكثر معنى ذاك اللي يقول وزين به اللي جاي عفوي. بما أنك تبقي التدوين بما قل ودل معناها عنك في القناة، تفضل اللي بتوتا الكسار كيف حويويس والبتيت الناقص. صحيح، به اللي بتوتا الكسار حويويس والبتيت الناقص هذا أخبارهم ما هي ياسر، ويجيبوا المعنى وياسر فيهم يعودوا ذاك الله ينقال فيهم كامل ثامر. إذا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، نشكر قناة الوطنية ونشكر خاصة ونشكرك أنت الأخت زينب، وراجين على المعارضة وموالات وأدباء، لأن هذا كامل يعود يعمل لصالح الوطن ووحدته. إذا شكرا جزيلا لك الشيخ دياء على حضورك معنا في هذه. أهلا بكم من جديد ونعود إلى ترندات الأسبوع،
وإلى موضوع الأسعار، حيث كتب عبد الرحمن القاضي: تحية لهؤلاء الأمهات، يسر الله أمورهن وحقق مرادهن. خالد مولا إدريس نشر الكاريكاتير التالي: سامي ولبية كتب متندرا هاشتاغ ارتفاع الأسعار عار، تغيير سعر دلوير تزوير، ارتفاع سعر السكر مكر، وعلى الورقة سرق وعرسيموه سيبابو. الحسين علي تسأل: هاشتاغ ارتفاع الأسعار، ما علاقة أسعار السمك واللحوم الحمراء بالأرز المحلي في الأسواق العالمية؟ سيدي محمد جار رسول كتب متندرا: في ظاهرة فلكية، لأول مرة الأسعار تخترق الغلاف الجوي للأرض، وأنباء عن ارتطامها قريبا بكوكب المريخ أقرب الكواكب للأرض. هاشتاغ نريد أن نعيش، هاشتاغ ارتفاع الأسعار. وبعث لنا والعباس الفيديو التالي نتابع: جاءنا مخلطة قفصة جنوية بالأسعار السبب عدة نقطتين أساسيتين: الأولى انتشار الوباء العالمي خلق معه قلق عام، والثانية ضعف الإنتاج الوطني في الزراعة، ونحن كشعب ننتج ترندرين. في موضوع حزين، فقدت البلاد أحد علمائها الأجلاء العالم المرابط أحمد فال ولا أحمدنا، حيث امتلأت الصفحات بالنعي والترحم عليه. داه يعقوب كتب: مصاب جلل، وفاة العالم الزاهد المرابط أحمد فال ولا أحمدنا، حيث ظل منذ سنوات شبابه وحتى يوم رحيله يبث العلم في صدور الرجال في محضرته بمنطقة عين الخشب في تقانت. هناك حيث الصفاء والنقاء وتلاوة كتاب الله وتعلم علوم الشرع بعيدا عن حطام الفانية وتسابق الناس إليها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الله لحبيب كتب: الحروف لا تكفي، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أقرب الدنيا من الآخرة وأرفق هذه الصورة. ونتابع مقطعا قصيرا من فيديو به أحد دروسه. ضيق الفهم يحمل الفار على ما هو المراد منها، إما يعود له ما أعطيه وإما يعود بعيد من قصد المتكلم. نعم، أصلا هو اللي أدى خطأ. نعم، معناها أن الذي أدى هؤلاء إلى هذا الكلام يضيق مشاربهم الشرعية وضيق أفهامهم وعدم معرفتهم بأساليب لغة العربي، لذلك أداهم ذلك كما قال ابن بونة: رب كبر الناشئ مسببي عن جهل شخص بلسان العربي. رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد، والآن نذهب إلى فقرة مدونكم. في فقرة مدونكم معنا اليوم مدون من طينة الكبار الذين لم تسهم غربتهم وانشغالاتهم في الخارج هموم المواطنة البسيطة، فكان دوما حاضرا على المنصات يكافح وينابح عن الطبقة الهشة. إنه المدون والصحفي المعروف الداه يعقوب. مساء الخير الداه يعقوب، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من ترين دريم، وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوة والمشاركة. شكرا جزيلا على الاستضافة. إذن الداه، محاور عديدة يمكننا الحديث معك عنها كناشط على مختلف المنصات، لكننا سنختار الحديث عن الغربة والتوفيق بين الاهتمام بارتباطاته وشؤون العامة للبلد. فكيف يوفق الداه يعقوب بين ارتباطاته في بلاد العم سام ومشاركته لمختلف القضايا ذات صلة بالشأن العام؟ حقيقة السوشيال ميديا والتطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي أعطانا فرصة كصحفيين ومدونين لأن نكون على تماس مع المواطن الموريتاني، سواء عبر خدمة البث المباشر
أو عبر التدوين عن المشاكل والطلبات التي تصلنا ونضعها على صفحاتنا في السوشيال ميديا والتفاعل مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلد بالتحليل بالمتابعة وكذلك بنشر جميع الآراء. وبالتالي هذه الوسائط جعلتنا قرية واحدة وجعلت صفحات المغتربين على تماس بما يحدث في الوطن من أحداث يومية بتدوين وبمتابعة للخبر وبنشر لكل المشاكل وكل ما يطمح المواطن الموريتاني أن يطرق بابه ويصل إلى السلطات عبر هذه الصفحات وعبر الوسائط المختلفة. حسب وجهة نظركم، ما هو دور الإعلام البديل في تحريك الساحة السياسية، وهل له تأثير في بلادنا والعالم الثالث عموما؟ نعم، وسائل التواصل وتحديدا صفحات الفيسبوك ساهمت كثيرا عندنا في موريتانيا. النائب محمد رمين وصل إلى قبة البرلمان عن طريق أصوات العديد من رواد الفيسبوك، الطالب العبد الودود، سيدي كماش، غيرها من الصفحات أحدثت شلبة وأحدثت تغييرا في العقليات لدى الكثير من الشباب الذي يتهافت على هذه الصفحات للاستماع إلى الحقيقة وإلى إدانة تصرفات السياسيين في موريتانيا وبعدهم عن الواقع المعيشي للمواطنين. لذلك نحن نلاحظ العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة ويقوم بها السياسيين هي تتأتى من خلال النقد الذي يتم توجيهه عبر صفحات الفيسبوك لسياساتهم وللعمل الذي يقومون به، وبالتالي تأثير قوي وسنلاحظه في الانتخابات البلدية والبرلمانية وكذلك إدانة لكل المفسدين وعدم تعاطي معهم وتحريك ضدهم كثير من النقد عبر هذه الصفحات، وهو دور ريادي في موريتانيا وفي جميع دول العالم. كيف ترون مسيرة التدوين؟ هل هي على السكة الصح أم أن بوصلتها تأرجحت؟ وسائط التواصل الاجتماعي حاليا على السكة الصحيحة، تجد فيها الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة، وتجد فيها أيضا البث المباشر الذي يسبر أغوار المواضيع السياسية والمواضيع الاجتماعية وتبادل الآراء، وهذه ظاهرة صحية، حتى أنها قفزت هذه الوسائط وخصوصا صفحات الفيسبوك لأن تكون بديلا لوسائل الإعلام التقليدية سواء الإذاعة أو التلفزيون أو الجرائد أو المواقع الإلكترونية، وبالتالي تبقى هي رديفة أساسية لمعركة الوعي وتزويد المواطن وخلق رأي عام حقيقي. بالتالي هي الآن هي التي تنير الرأي العام العربي والرأي العام المحلي في موريتانيا، وهي على السكة الصحيحة من خلال المعلومات، من خلال التحليل، من خلال تبادل الآراء، ومن خلال أيضا التدوين الذي نشاهد انعكاسه في عديد من القرارات للدولة الموريتانية ومحاولة إصلاح بعض السلبيات التي تنتقدها هذه الصفحات وبعض الشكاوي وبعض أيضا الأعمال الخيرية التي يقوم بها العديدون مثل الأستاذ يعقوب البياء أو إسحاق الفاروق أو كمال السعيد أو سهام صنيبة وغيرهم، وبالتالي هي صفحات حيوية وعلى السكة الصحيحة في جميع المجالات إن سلمت من بعض الهفوات التي تصاحب أي عام. لو طلبناكم نصيحة لسدنة الحرب وحراس التوعية كيف ستكون؟ النصيحة الشخصية لست مؤهلا لتقديم نصيحة، لكن على العموم أدعو جميع الأصدقاء العاملين في مجال التوعية والتحسيس وحتى خلق الرأي العام إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، إلى الاهتمام بالإنسان والمواطن بشكل أساسي، وهذا ما يتجلى في كثير من الصفحات، وإلى دائما عدم المجاملة والخضوع لأولويات وإكراهات الانتماء إلى مجتمع قبلي أو مجتمع عشائري على التضحية هنا بسبب ذلك البعد عن الحقيقة وإحقاق الحق والانتصار دائما للمظلوم ولكل المظالم في هذا البلد، وبالتالي تعزيز منظومة أخذ الحق بالعدالة وبعيدا عن الاصطفاف الجهوي والذي دائما ما يكون حقيقة هو العقبة الكأداء أمام الكثير للوصول إلى مطالبهم العادلة. إذن شكرا جزيلا للمدون والصحفي اللامع الداهي يعقوب، شرفتنا بحضورك معنا هذه الحلقة، شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا لقناة الوطنية، وفرصة طيبة ولقاءات قادمة
سأكون سعيد بها بإذن الله. شكرا. في موضوع آخر، كثير ما تطالعنا منشورات تدعو للتبرع بالدم، مما جعلنا نطرق الموضوع ونقرأ في نفس الموضوع ما كتبه المدون سيدي عبد الله الصالحي لهذا الحد. ساعتان ولم نوفق لمقابلة من يدلنا أو يسهل عملية التبرع. لأهمية موضوع التبرع بالدم لابد من أخذ الرأي الطبي. أولا معنا الدكتور مختار عباد، أهلا وسهلا بك دكتور، ما هي الفوائد الصحية للتبرع بالدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشق الأول من السؤال يتعلق بفوائد التبرع بالدم، أنا أعتقد أن التبرع بالدم ما عنده قاعد يكون فوائد، عنده لا الفوائد. الفائدة الأولى اولا على رجاج بعد كاع يجي للطبيب ويستشار طبيب ويشوف صحته، معناها يكون سيتي طبيب ويشوف صحته. هذه واحدة. الاخر على انه لا يستفاد من فحص شامل للامراض المعدية خاصة اللي تنتقل عن طريق الدم، معناها الزقار والكبد وفي هش الى اخره، ولا يعرف اذا كان دمه فيه تخثر ولا تجلط ولا فيه فقر في الدم ولا الى اخره. هاي الفائدة الاولى. الفائدة الثانية على انه يقي من امراض القلب ويقي كذلك من أمراض السرطانات، وينقص مخزون الحديد الضار، وينقص احتمال الإصابة بالجلطات، ويحرك الدورة الدموية ينشطها من جديد، لأن رجاج ما هو متبرع بالدم غالبا عنده دورة ما تشتغل بصفة كاملة، يعني الأنسجة كاملة ما يلحقها الدم، معناها على أنه ما عنده يكون الفوائد. هذه الرواية نختار نأكدها للمشاهد الكريم وللمواطنين كاملين على أن الدم مادة ضرورية وعلى أنها ما تنباع ولا تنجبر مهماطين، وعلى أن الناس كاملة بحاجة فيها، وعلى أنها فوائد التبرع بها الصحية الدنيوية والأخروية لا تنتهي ولا تحصى، ويلا الناس تتم تتبرع كاملة بالدم. هل يخشى على المتبرعين من 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 نقل بعض الأمراض المزمنة كالربو ونحوه، أم أن المتبرع يخضع لفحص قبل 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 تبرعه بالدم؟ شكرا على السؤال. وهو كان التبرع بالدم ينقل الأمراض المزمنة؟ لا، التبرع بالدم ينقل الأمراض المعدية، خاصة هاي الأمراض اللي منتشرة اللي تعرفوا كاملين، كيف الكبد وكيف معناها كبد يقولوها معناها صفار بوصفر أو الموريتاني للرسم، كيف السيدا، كيف زقار، كيف بعض الأمراض الأخرى جرثومية. إذن هاي الأمراض هي تقريبا اللي تنتقل عن طريق نقل الدم. والإنسان اللي لا يتبرع بالدم عادة يعدل وش قالوا انتروغاتوار بريدوم والله انترتيان بريدوم، معناها يخضع المعاينة الطبيب، لا يوزنه، لا يخلص تانسيونه، لا يعدل وكشف للرئة والقلب والبطن إلى آخره، لا عاد يحتاج أي فحوص معينة، والله ملي ما هو قاعد يتبرع بالدم دور يقولها له، ولا عاد يحتاج توجيه والله توصيات دور يوجهه ووصيه، لا عاد يحتاج يمشي شور طبيب آخر دور يمشي شور. إذن الأمراض المعدية نفيتوا في الطريقة دي، أولا انتروغاتوار بريدوم معناها رجاج عدل معها انترتيان يتكلم مع الطبيب عدل وكشف كامل، هاي واحدة. الأخرى ملي لا يعدل له فحوص للدم مخبرية، معناها هاي الخطوة الثانية كشف عن هذه الأمراض. الخطوة الثالثة هي عادة رادياسيون تعدل للدم، والله الجزيئات اللي لا يتفصل والدم لا يفصل، ينفصلوا المصل وحده ونفصلوا الصفائح وحدها وكريات الدم الحمراء وحدهم إلى آخره، والدم كامل ملي وحده، معناها الدم عنده ذي العناصر المركبات الأساسية كل واحدة منها حسب النوعية اللي يحتاج المريض، وإلى عاد فما تياه ريسك على أنه ينقل مرض معين يخضع للرقابة معينة ولتطهير من ذيك الأمراض اللي ذيك إياها بهذه الطريقة، اللي معناها كشف على المريض انتروغاتوار والله انترتيان بريدوم. الأخرى الفحوص اللي تعد مخبرية، عقب ذاك معالجة الدم وفصله وحده، مصل وحده، كريات دم وحده، كريات بيضاء وحده إلى آخره، وصباح ودم تام معناها صار توتال وحده زاد هو، في حالة في حاجة يفصل هو وحده زاد ويخضع لرادياسيون، ياك يعالج ياك ما يبقى فما تياه احتمال على أنه ينقل أي جرثومة ولا أي مرض معدي. أما الأمراض المزمنة
ما هي قاعدة مطروحه اصلا عند الراس، ما تنتقل عن طريق الدم، ولكن بعضها ملاهقة ما يقدر يتبرع بالدم، كي مثلا الربو، كي بعض الامراض الاخرى، حد فيه تانسيون ما هو منتظم، والله فيه السكر ما هو منتظم، والله عنده امراض ذاتيه، انا مرض يوتونين، والله عنده سرطانات، والله الى اخره، فهم امراض معروفه، والله حد قد تعرض للاشعه، والله يعمل ادويه كيماويه، والله يعمل ادويه من نوع معين، هذا النوع غالبا والله عنده فشل كلوي، والله عنده فشل عضله القلب، والله وظائف الكبد الى اخره. اذا هاي الامراض غالبا اهلها ما نسمحوا لهم بانهم يعودوا متبرعين، غالبا نسمحوا للرجال صحيح تقريبا عنده قوه جسميه وبدنيه وجسمه خالي من الامراض ولا يعاني من اي معاناه، غالبا هم اللي نسمحوا لهم بالتبرع. اذا دكتور الدكتور المختار كطبيب هل تنصحون بالتبرع بشكل دوري ومستمر؟ شكرا. بالنسبة للسؤال الأخير اللي يتعلق بتوصياتنا للمتبرعين أنهم يعتمدون، ننصحوا كأطباء، ننصحوا الناس كاملة اللي قادر على التبرع بالدم على أنها تعود متبرعين بشكل منتظم، هذا لا يسمح لهم باش أولا على أنهم محافظين على صحتهم، يعرفوا كل مثلا تشهر الله كل 6 شهر الحالة الصحية لجسمهم، هاي واحدة. الأخرى لا يمكنهم بنك الدم من بطاقة متبرع، لا يعود الوقت اللي جاوا المركز نقل الدم يعطيهم الدم اللي دوم، معناها ما عينه في تم وجود المتبرعين في حالته لا قدر الله أحد من ذويهم، ولا نساو على ذوينا كاملين يحتاج الدم، إما امرأة لا يتبرع، والله حد معدل الأكسيدان، والله حد مريض مرض مزمن، والله إلى آخره، بدل من تلا نجمع له المتبرعين، نعود أنا قطة تبرعت بالدم وعندي كارد دونير معناها بطاقة متبرع، ونجيبها لمركز بنك الدم ويعطيني حاجتي من الدم المريض والله القريبي والله إلى آخره. هذه كتشجيع معدلها بنك الدم ومعدلينها جميع البلدان، ياك شجعوا لأن الدم هي حاجة متكررة، لأن الدم مولي عنده أعماق محدد، مثلا الى قبانا الصرائح الدمويه ما يقدر يفوت فوق 45 يوم، الى قبانا مثلا نوعيات اخرى من الدم ما يقدر يفوت فوق 5 ايام، في مشي فوت لا اسبوع، في مشي فوت 3 ايام، اذا منين فوت 3 ايام ما قبل لا ينسرق، معناها المخزون منه لا بد يتم يجدد، وبالتالي تجديد الدم لا بد منه، وبالتالي تبرع به لا بد منه بصفه دوريه ومنتظمه. شكرا جزيلا للدكتور مختار عباد على هذه المشاركه. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن الرأي الشرعي في أهمية التبرع بالدم أسأل الفقيه أحمد حماه الله والحمادي. أهلا وسهلا بك الأستاذ والفقيه حماه الله، هل يدخل التبرع بالدم في إطار إنقاذ النفس التي هي معلومة الأجر والثواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. نعم، التبرع بالدم يدخل في دائرة التصدق وفعل المعروف الذي أمر الشرع به ورغب فيه، والمتبرع بالدم يساعد في إحياء أنفس بشرية مهما كان معتقدها، وذلك أجره عند الله عظيم، وقد قال عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونلاحظ في صريح الآية أن القرآن لم يحدد معتقد من أحيي وأعطى الأجر الجزيل على ذلك، فإذا كان الأمر كذلك في إحياء نفس بشرية فيكون الأمر آكد والأجر أعظم، إذا كانت النفس هي نفس بشرية مسلمة، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك على المتبرع بالدم أن يكون مساهما في إحياء الأنفس البشرية كي يكتب له أجر إحياء كل النفوس البشرية. قد يسأل السائل أين التبرع بالدم من قضية الإيثار؟ نعم، الإيثار هو ضد البخل والأنانية، والتبرع بالدم يدخل في الإيثار وهو منه، وقد قال الله سبحانه وتعالى في الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة الفقر والاحتياج، والإيثار هو تقديم الغير وتفضيله على النفس، وهذا أمر عظيم وأجره عند الله ليس له حدود،
وقد مدح أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وبقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الأستاذ حماد الله، ماذا تقولون لمن يجد في نفسه صحة واستطاعة ولا يشارك في إنقاذ الأرواح بعملية التبرع؟ أقول لمن يستطيع أن يتبرع بالدم وله القدرة والصحة عليه أن لا تفوته الفرصة وأن يتبرع متى ما استطاع وأن يخلص النية في تبرعه لله عز وجل وأن يحتسب الأجر والثواب عنده وأن لا يكون هذا التبرع رئاء الناس كي لا يخسر دمه ويخسر أجر دمه. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن شكرا جزيلا لك الفقيه والأستاذ أحمد حماه الله على قبول الدعوة وعلى المشاركة معنا في هذا الموضوع. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع فيما يلي بعض اللقطات الطريفة. إذن مشاهدينا هنا يسارية أرجنتينية مع الحراسة البرازيلية ليون، يا مرعبهم، ما هذا الحارس؟ هذا ليس حارس، هذا بعبع، هذا غول، هذا فتاك، هذا حارس مغوار. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. وصلت سفينتنا إلى نهاية الرحلة، وفي نهاية هذه الحلقة أشكر كل من راسلنا وشارك معنا، خاصة المدون والأديب الشيخ الدية والمدون الصحفي الداهي يعقوب والدكتور مختار عباد والفقيه والأستاذ أحمد حماه الله، وشكر موصول للمخرج يعقوب البياه. وهذه تحياتي لكم زينب الشيخ إبراهيم، وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد وترندات جدد، دمتم في رعاية الله.